دي بقى سهلة عادي. هاي انا منير، والنهارده هعمل لكم تشيكن بيكاتا، بس التويست بقى ان هي هتبقى بالليمون صوص وهتبقى جامده قوي. اول حاجه هنعملها هنجيب بقى الفراخ ونتبلها. المفروض بقى نقطع الفراخ دي، طبعا انتوا شايفين المره دي السكيلز بتاعتي زي ما هي. لا انا خريشت البتاع دي خالص. دي بقى طريقه التقطيع المظبوطه، نتبلها بقى. ودي بقى رشه ملح كده، الناس البروفيشنال اللي بيعملوها زي ما انتم شايفين البروفيشنال ازاي. وبعد كده اهم نقطه، هنحط التوابل بتاعه باب الشام دي الايطاليان ريسيبي، نحطها على الناحيتين كده. جاهزين للخطوه اللي بعدها. نتاكد طبعا ان هي مسكت، وزي ما انتم شايفين الشيف الشاطر عارف في ايه في مطبخه وعارف ايه الخطوات بتاعته، وانا مذاكر المره دي كويس قوي. المفروض بقى هو كان ايه الخطوه اللي بعدها اصلا، نسيت. دلوقتي بقى هروح اجيب الثوم، سهلتها على نفسي بقى المره دي، جبته متقشر يا دوب بس ههرسه. فكريني الهرسه دي شكلها عامل ازاي؟ دي طبعا ايه حاجه سهله بالنسبه لي. عادي سهلتها فعلا على نفسي قوي، الشيف الشاطر عارف هو بيعمل ايه. هنجيب الطاسه ونبدا نشوح الفراخ. بالسنس كده ايه هنحط رشه، يعني خطواتي اسرع المره دي. شايفين ما ينفعش تحط الفراخ قبل ما الزيت والزبده يسخن عشان تعمل اللي هي التش. تعالوا نشوف التش دي مع بعض. ما عملتش تش، حاسس ممكن استنى شويه كمان، لسه شويه برضو. فتعالوا نشوف بقى التش. نص تش يعني، الله عليا برضو كويس جامد كده كده يعني. والريحه دي بقى ايه اميزنج. تمام نقدر نسيرف الفراخ. ممكن اقول لكم تيبس برضو، خلي بالكم وانتوا بتمسكوا البتاع ده بتبقى سخنه. الشيف الشاطر عارف هو بيعمل ايه، لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه وعارف حاجتك فين. فكريني الهرسه دي شكلها عامل ازاي. دلوقتي بقى هنعمل الصوص. اول حاجه نجيب الكريمه من الثلاجه، وهنجيب برضو المرقه، وهنجيب الكيبرز مش عارف دي ايه بس هي شكلها لذيذ. حط برضو الليمون على الثوم. الناس بقى اللي بتتفرج لو حسيتوا ان انا عملت حاجه غلط اكتبوا لي في الكومنتس، وتشايد اوت يعني عشان انا متاكد ان انا النهارده مذاكر وعارف انا بعمل ايه. لا صح، اهم حاجه الليمون، الليمون في الثلاجه ما طلعش في الثلاجه. ايوه هو ده، بس ده ليمون كبير كبير بس يشتغل برضه. دي بقى سهله عادي صح كده ولا انا بفتي؟ دي حركه عامه مش اي حد بيعرف يعملها، ده عشان تنزل الحبه اللي تيبس اند تريكس زي ما انتم شايفين كده. كده احنا جاهزين، نحط بقى الكريمه كده مظبوطه، والكيبرز بجد نفسي افهم ايه ده، بس انا حاسس ان هي شبه المخلل مثلا. اخر خطوه ان انا احط المرقه، انا كنت قاصد ان انا اسيبها في الاخر عشان لما بتسيبها في الاخر بتمسك في الطعم اكتر. والشيف الشاطر طبعا هو عارف هو بيعمل ايه، فباين يعني انا عارف ان انا بعمل ايه. هي مايه شويه بس عادي. عامه هي والله بدات تمسك شويه، فانا هسيب الكيبرز لغايه اما تصرخ وتقول لي كفايه كده. اهو. لا بس ادائي النهارده الصراحه انا مبسوط من نفسي. نبدا بقى نحط الفراخ ونرش شويه كده فوق، ووريكم اخر واحلى خطوه التقديم. الشيف الشاطر طبعا لازم يهتم بالبرزنتيشن بتاعه. حط كده ايه طبقه من الصوص على الفراخ، اهم حاجه رشه بقدونس كده عشان نكمل الجارنش بتاع الطبق اللذيذ ده. البقدونس بقى طبعا انا عارف هو فين. فين بقى زوزو البقدونس؟ جوه. اه هو البتاع الاخضر هناك ده صح؟ لا مش ده صح، ما انت قلت لي جنب الليمون. جوه الليمون. ادوني بقى ريتنج في الكومنتس الطبق ده كام من 10. من قبل ما ادوق هي اكيد حلوه، حاسس بطعم الصوص جامد قوي. وندوق بقى الكيبرز دي، هي شبه المخلل شويه فعلا، لذيذ يعني. بما ان طعمها جامد قوي خلي حد بقى من الكرو يديني برضو رايه الفني. زوزو تعالي ادوقي. هي شكلها جامد موني، الحلاوه دي شكرا خلاص تحفة. انا تحفه. جربوها بقى وقولوا لي رايكم، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا ريسبيز ايه المره الجايه.